أن الطائرات المسيرة جاءت بارتفاع منخفض جدا، ما حد يعني سمعها أمر مدروس. الأمر الآخر هو في، والله ما أدري، يعني هي بالنهاية توقيت الهجوم كان بالثنتين وأربعة وعشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة. يعني أستاذ العراقيين 50% بطالة، ما حد ينام بالثنتين بالليل يعني. بس يعني هاي الطائرات المنخفضة، لا جاية من القريعات وتمشي منخفضة وما حد تفضل دكتور. يعني ما أعرف بالنهاية ان سمعت أنا ما أدري، يعني مسارها أكيد كان محسوب يعني بالدقة، يعني بمحاذاة نهر دجلة. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك من يؤكد بأن السيرام التي وضعت لحماية السفارة الأمريكية هي ذات مديات يعني محددة، ومنزل السيد الكاظمي بعيد جدا يعني عن محيط السفارة الأمريكية. هذا الثاني. الأمر الثالث، وفق فرضية يعني السيرام، هو إنها تعمل يعني بزاوية 300 وليس 360 درجة، ولذلك كان هناك ثغرة في هذا الموضوع نفذت من خلاله الطائرات المسيرة. يعني هذا وفق حديثي مع ضباط وخبراء أمنيين، لا أتبنى هذا الموضوع ولكن نقلت لك ما سمعت يعني.